السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا في آخر لقاء كيف عرفنا البابليك فاريبل هدول، وكيف إحنا قدرنا نربطهم بمكونات اللعبة. فأنا رحت على البلاير، هاي الكود تبعي، وهي الأربعة أو الخمسة فاريبل، وكيف كل فاريبل ربطناه بما اللي بيعنيه، الجن مع الجن، البوليت مع البوليت، وهلما والكاميرا مع الكاميرا. فصار في عندي الخمس أجسام هدول. هن في عندي الكاميرا جن، كاميرا جان او تشبك، كان في يبدو في كانت مشكلة. اوكي، الان هدول كلهم مشبوكين. اجي اتحكم في الكود تبعي. اللي بدي اعمله ان انا لما اضغط على حرف السي مثلا تعمل سويتش للكاميرا، بمعنى اخر ان انا الان بطلع على الجسم تبعي هذا من الكاميرا تبعت الجان، فانا عايز اقيم الكاميرا تبعت الجان واروح على الكاميرا تبعت البلاير هذه المين كاميرا وافعلها. لما اضغط على حرف السي كمان مرة انا عايز تفصل هذه، واجي على الكاميرا هذه واضويها من هنا. فانا اقدر احول بين الكاميرات الموجودة عندي. عشان اعمل الكلام هذا راح اجي للكود، راح ننزل عند الابديت هنا وبلش اكتب الكود تبعي. بدي اقول له مثلا اذا كانت اف الكاميرا جن دوت جيت كومبوننت، بدي احصل على الكومبوننت تبعت اللي هي ايش، خاصية الكاميرا. خاصية الكاميرا افتح جوز سكر جوز دوت انيبل، يعني اذا كانت الكاميرا، اذا كانت الخاصية هذه، هاي الكاميرا جيت كومبوننت كاميرا انا وصاصل هذه، اذا كانت انيبل يعني هذه محطوط لها صح، هيك ديسيبل وهيك انيبل. فاذا كانت هي انيبل، اذا كانت انيبل راح اخليها ديسيبل، اذا كانت الكاميرا تبعت البارودة انيبل هذه راح ترجع لي ترو اذا كان الجواب صح. وراح امسك نفس المتغير كنترول كوبي وأقول إذا كانت enable خلي لي إياها بدها تساوي not enable بتساوي false، خلي إياها disable يعني اطفي لي إياها، يعني إذا كانت هي ضاوية اطفي لي إياها. طيب إذا طفاها هو لازم كاميرا تانية تشتغل وإلا المشهد بصير معتم. أنا بقول له إذا كانت هي enable وأنا ضغطت حرف السي، إذا كمان إذا كان هن في and input dot get key. في الجيت كي ثلاث انواع، احنا عادة نستخدم جيت كي العادية انه دول طول ما انت ضاغط على الزر يتنفذ الكود هذا، بس في جيت كي داون يعني اذا انا نقرت على الزر، عصيت على الزر وضايل ايد عاصة راح اعتبرها عاصة واحدة بس، يعني اول ما ينزل مفتاح الزر تبع الكيبورد لتحت راح يفعلها، يعني تعتبر الجيت كي داون حدثت، وطول ما انت مش رافع ايدك عن الزر وضغط ايدك عن الزر هو يعتبر حدث واحد. في الجيت كي هان طول ما انت ضغط على الزر راح يضل يعتبرها احداث متكررة. هذا جيت كي اب، يعني اذا انت رفعت ايدك عن الزر راح يتنفذ الكود او راح يتنفذ الحدث او راح يبقى عندك حالة ترو. فانا بالنسبة لي جيت كي داون لما اضغط على الزر افتح قوس واسكر قوس كي كود دوت مثلا حرف السي اللي هو الكاميرا، يعني اذا انا ضغطت على حرف السي وكانت كاميرا تبعت الجان تبعتي كاميرا جان انيبل خلي لي اياها ديسيبل. طب اذا صارت ديسيبل اني كاميرا تصير انيبل؟ بدي اجيب مين البلاير كاميرا او كاميرا تبعت البلاير بدي اياها تصير انيبل، راح امسك كل الكلام هذا كله هيك واخليه انيبل، اخليه ترو، وهي فاصلة منقوطة، يعني اطفي لي الكاميرا تبعت الجن وشغل لي الكاميرا تبعت البلاير. ايش بدي اسوي كمان؟ اذا كانت انيبل، اذا الكاميرا اختفت انا كمان بالمرة بدي الجان ذات نفسها تختفي، البارودة ذات نفسها ما تشوفهاش.
فراح اروح للبارودة اللي هي جن ماشين، بتهيألي كنت مسميها جن ماشين دوت جيت كومبوننت. جيت كومبوننت اني كومبوننت اللي بدي احصل، انا مش عارف اني كومبوننت اللي بدي احصل عليها. اعلم على الجن ماشين تبعتي. هذه المش رندر لو انا رفعتها تختفي لو حطيت يعني هي الانيبل والديسيبل. اذا المش رندر راح اجي على الكود هان، مش رندرر افتح دوت انيبل بدها تساوي فولس، خلي الكاميرا تطفي بدها تساوي فولس. اذا السطرين هذولا هذا راح يطفي لي الكاميرا تبعت البارودة، وهذا راح يخفي البارودة، وهذا راح يظهر لي الكاميرا تبعت اللاعب. طيب إذا الكلام هذا ما كانش صح، راح أنزل هنا وأقول else وافتح بلوك وسكر بلوك. راجع أكتب الكود هان. يعني إذا كانت الكاميرا تبعت الجن شغالة نفذ الكود هذا. طب اذا ما كانتش تبعت الجان شغاله، معناته تبعت مين شغاله؟ تبعت البلاير من غير ما اسال عنها، واحده من تنتين لازم تبقى شغاله. راح اجي اعكس الكلام هذا، راح اقول له الكاميرا تبعت البلاير تبعت البروده خلي ليها شغاله. راح اعكس كل الثلاث حالات هذول، هان في فاصله منقوطه، راح اعكس الثلاث حالات هذول. كنترول كوبي حطه هنا، كنترول في راح اقول له الفولس تصير ترو، والفولس بدها تصير ترو، والترو بدها تصير فولس. الآن الكاميرا جن راح تظهر، الجن ذات نفسها راح تظهر، الكاميرا تبعت البلاير راح تختفي، واحدة من التنتين. يعني ما اضغط مرة على حرف السي راح يشغل لي هذا، إذا ضغط على حرف السي تاني مرة راح يشغل لي هذا، وهلم جرى. هاي حفظ. نعمل من هنا نشوف اذا في عندي اي مشاكل في البيلدينج. ما فيش عندي اي مشاكل في الكود كسنتكس. الان نيجي اشوف بده يشتغل الكلام هذا معي ولا لا. هاي بلاي، هاي حرف السي، ما اشتغلش، في عندي اشي بصير اشي بس ما بكملش. خليني اشوف شو الخطأ اللي عندي. طيب ارجع افتح الكود تبعي. هنا انا حاطط الشرط اوكي، هو بخش وبحول، لكن هذا الالس لما يبقى هذا الشرط مش متحقق، دائما هذا بتحقق، دائما هذا بتكرر، فدائما هذا بيطفي. عشان هيك انا ضغطة السي بدي كل مرة افحصها. راح اجي هنا انسخ كل الكلام هذا، كنترول كوبي إلس اف، واحط نفس الكلام هذا. اذا انا ضغطت حرف السي وكان الكاميرا جان، بديش الكاميرا، كان الكاميرا بلاير دوت كومبوننت، اذا انا كانت هي الانيبل راح تحول لي اياها ديسيبل. الان راح نشوف. هي حفظ، واجي على الكود تبعي، يفضل ان اطفيه واعود اشغله. حرف السي هاي المشهد الاول، حرف السي هاي المشهد الثاني. لاحظ في المشهد هنا هاي الكاميرا اختفت، الان الكاميرا والجان تبعتها ظهروا، هاي الجان راحت هي ظهرت. اذا انا ضغط حرف السي ممكن اعمل سويتش بتوين التو كاميراز تبعوني. وطبعا وانت في الكاميرا هذه كل الامور شغاله، عندك الكولادر شغال والكذا، لان انا عمليا قاعد بتحرك كم في الولد تبعي، لكن الكاميرا هي اللي اختلفت. ممكن حرف السي يبين الولد، الكاميرا اختلفت، حرف السي قربت الكاميرا صارت على البارود تبعتي، اللي انا عمليا قاعد بتحكم في الولد. الكاميرا للبارودة ما هي تابعة للكاميرا للولد، البارودة تابعة للولد، هي ابن للولد. طيب ايش ممكن نسوي كمان؟ خليني اخر شيء اعمله في اللقاء هذا اروح احط هنا اخذ الشغل تبعي هذا، هاي كل اللي اشتغلته انا، واحطه في دالة، هاي كنترول اكس، واعمل هنا دالة void check، مثلا اعمل دالة اسميها check camera، check
كاميرا هاي فاصلة منقوطة، يا آسف افتح بلوك وانسخ كل بلوك تبعي هنا. هاي البلوك تبعي، وانا عادة بحب احط الكومنت اعرف انه هاي بداية البلوك تبعي وهي نهاية اي نهاية البلوك، وهنا في عندي بداية البلوك تبعي. يعني نزوقه شوية بعين الله، لانه ممكن يكتر الكود عندي، فانت كويس يبقى فيه ملاحظات زي هيك. انا في النص هيك واكتب check the camera. اوكي هيك ممكن تسهل علي اعرف الكود تبعي. طبعا هذا كله ملوش اي قيمة، هذا كومنت. الان راح اخذ check camera هذه كنترول كوبي واستدعيها من جملة الابديت، لان الابديت دائما تتنفذ 30 مرة في الثانية تقريبا. هاي فاصلة منقوطة. الان في عندي دالة اسمها تشيك كاميرا، وهي بروح بفحص لي اياها هو بالحال ويشوف لي انا ضغطت حرف السي ولا لا. هاي كنترول حفظ، ونيجي نتأكد. استنى لما تشتغل، اسف، حرف السي، وهي قاعد بيعمل سويتش بتوين كاميرز. انا اللي عملته هنا بس رتبت الكود تبعي وطلعت دالة لحالها. ويعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.